السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحايا مسائية عامرة بالمحبة والسعادة لكم مشاهدينا، كل من يتابع برنامجكم من عمان في مشوار مسائي جديد. نقلب معكم صفحات مشرقة من هذا الوطن، أحداث وطنية على الساحة الوطنية. نتمنى إن شاء الله لكم متابعة طيبة حتى الساعة العاشرة. حلقة أو أمسية الثلاثاء عامرة أيضا بمتابعات عديدة، والجميل أن نبدأها بإنجاز شبابي من خلال إعلان الفائزين في مسابقة وبرنامج شركتي التابع لمؤسسة إنجاز عمان. احتفى أو تم الاحتفاء بهؤلاء الشباب في حفل في تنظيم أيضا مؤسسة إنجاز عمان. يوم نقربكم من ماهية هذا الإنجاز إن شاء الله برفقة شبابنا في أولى محطات حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. في حديث آخر مشاهدينا، كما تعلمون شهر يونيو من أغنى الشهور من حيث الأحداث الفلكية والظواهر الفلكية المختلفة، والجميل أن معظم هذه الظواهر يتم أو باستطاعتنا أن نراها بالعين المجردة. إن شاء الله نقربكم من ماهية هذه الظواهر. 10 يونيو بدأت هذه الظواهر أيضا، انتهاء ب 27 يونيو الجاري. نتعرف إن شاء الله على ماهية هذه الظواهر بوجود اختصاصي في علم الفلك. أيضا مشاهدينا في حديث آخر، سنتحدث عن نظام الضريبة الانتقائية إن شاء الله في 15 من يونيو الجاري سيتم تسجيل الخاضعين لنظام الضريبة الانتقائية. نقربكم من ماهية هذا النظام، من مزاياه المختلفة. أيضا فريق عمل برنامج الضريبة الانتقائية بشكل عام إن شاء الله برفقة ضيفي القادم في هذه المحطة. الأجمل أن نختم هذا البرنامج بفقرة شعرية، الوزن والقافية ومسيرة أحد شعراء المنطقة الخليجية الذي أثرى الشعر الشعبي تحديدا من خلال وجود الشاعر السعودي سعد المسهري. إن شاء الله في ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. إذن هذه بالنسبة لمحطاتنا الحوارية مشاهدينا لحلقة الليلة، بالإضافة إلى تقارير منوعة أيضا تثري هذا الجانب من هذا الوطن. نبدأ هذه الأمسية مشاهدينا بهذا الفاصل الغنائي، ابقوا معنا.
موسى المفدى دم فضلك وجودك على موطن الأمجد وفي عهودك أبوس المفدى دم فضلك وجودك على موطن الأمجد وفي عهودك سنبني معك في السن وحنا جنودك واحنا جنودك وفي النيبات رجال امرك منفي بك الله لك يا بلادي عمان الحبيبه يا بلاد السلاطين بك الله لك يا بلادي عمان الحبيبه يا بلاد السلاطين عشت 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 وتحية عامرة بالسعادة لكم مشاهدينا جميعا تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا وفي أولى متابعات حلقة الليلة دائما في من عمان مشاهدين للشباب مساحة وهي مساحة شاسعة للاحتفاء أيضا بإنجازاتهم المختلفة نتحدث هنا عن مسابقة وبرنامج شركة التابعة لمؤسسة إنجاز عمان تم الاحتفاء بالفائزين والإعلان بالفائزين أيضا أرحب باسمكم مشاهدينا بمعتز عبد العزيز الدغيشي الحاصل على أفضل شركة طلابية من خلال شركة محيا مساء الخير معتز مساء النور ونبارك لكم هذا الإنجاز شكرا الله يبارك فيك أيضا مشاهدي نبارك لأفضل منتج مستدام من خلال محمد بن مبارك الصلتي من شركة فولك مساء الخير محمد مساء النور أستاذ أيضا الترحيب مشاهدينا كل ترحيب لحمد بن يوسف الفرعي من شركة أونو التعليمية وهي حاصلة على أفضل منتج مبتكر مساء الخير أحمد مساء عفوا نور. حياكم الله في برنامج من عمان جزاكم الله خير نبارك صراحة. لكم هذه الإنجازات المختلفة ونبدأ بشركة محيا ونعرف المشاهد أكثر بهذه الشركة عبد العزيز أو معتز عفوا شركة محيا هي شركة من الكلية التقنية العليا دخلت مسابقة إنجاز لتحل مشاكل قطاع الاستزراع السمكي طبعا نبدا نشكر وزاره الزراعه والثروه السمكيه ممثله بمركز الاستزراع السمكي على هذا الدعم قدم منتج عباره عن غذاء للاسماك المستزرعه في المياه العذبه واسماك الزينه والسلاحف البرمائيه هذا المنتج من مكوناته الاساسيه هي نبته محليه موجوده في عمان تتكاثر عن من طريق فضلات هذه الاسماك البلطيه وهذه النبته مميزاتها هي بروتين عالي لأغذية الأسماك وأيضا فيها مادة اسمها مادة البيتا كاروتين هذه المادة كلما زاد معدل فيتامين ألف الذي يقوي مناعة الأسماك ممتاز أنا راح أعود إن شاء الله مع تفاصيل أيضا أكثر بخصوص هذا المنتج لكن أنتقل إلى أونو التعليمية ما هو منتج أونو التعليمية أحمد؟ أول شيء شكرا على الاستضافة الله يخليك شركة أونو التعليمية شركة طلابية من كلية التقنية العليا تقوم شركة أونو بتصميم وتطوير الألعاب التعليمية وأيضا إنتاجها طبعا كل يعرف أن السوق ممتلئ بالألعاب التعليمية ولكن للأسف ما فيها هذه الجودة أو هذه الفائدة للمستهلك لذلك قامت شركة أونو على هذا المبدأ بتطوير هذه الألعاب وإدخالها للسوق بحيث أن يستفيد منها الطلاب وتكون في فائدة أكبر بحيث أن يقدروا يطلعوا بنتائج كبيرة جميل بالنسبة لشركة فولك إيش الجديد في هذه الشركة؟ بداية شكرا على الاستضافة الله يخليك شركة فولك أنتجت أول منتج لها اللي هو فرات وطبعا فزنا بإنجاز هذا المنتج معنا المنتج عبارة عن فلتر تطبيق لنظام الإكوابونيك فهو عبارة مكون عن جزئين جزء علوي وجزء سفلي الجزء العلوي خاص بالنبات والجزء السفلي خاص بالأسماك فراح تكون في علاقة تكافلية لأنه هو يحل مشكلة الأمونيا الموجودة في أحواض الأسماك طبعا النبات راح يسحب الأمونيا الموجودة من مخلفات الأسماك موجودة في الحوض يحولها كغذاء حالة في المقابل أنه يوفر بيئة نظيفة خالية من الأمونيا خالية من الشوائب للأسماك ممتاز فهذا
نعم. يعني دائما تقديم الشركة لمنتج يقوم على أساس مشكلة موجودة في المجتمع أو في البيئة صحيح. بشكل عام وعلى أساسه وعلى ضوءه يأتي حل هذه المشكلة. بالنسبة لكم ذكرت بأن هناك نبتة تنتج مادة معينة كما ذكرت، أماكن وجود هذه النبتة وين موجودة؟ كيف تم يعني الحصول على هذه النبتة؟ هي نبتة يسموها نبات سرسخي. سرسخي أيوة، هذا النبات اللي هو يعيش في المياه، طافي في المياه. نعم أيوة. كان تحدي الوصول إلى هذه النبتة أم هناك معلومة موجودة في المصادر بأنه هذه النبتة موجودة على مادة؟ هي لا، ما موجودة على مادة، هي موجودة في مزارع، بعض المزارع موجودة في عمان تستعمل هذه النبتة. جميل. أنا راح أسأل أحمد فيما يتعلق بالألعاب، يعني اليوم تحدي كبير أنه يكون هناك ألعاب تعليمية خاصة في ظل وجود وسائل الإعلام الإلكتروني بالنسبة للأطفال أو الألعاب الإلكترونية، كيف واجهتوا هذا التحدي من خلال أونو التعليمية؟ طبعا شركة أونو قبل لا تبدأ في تصميم الألعاب أو دخولها في السوق بدأت مثل باقي الشركات على عمل استبيان لتشوف الفئة اللي هي نحن نستهدفها وش تريد بالضبط، وش اللي تحتاجه. دخول الألعاب بشكل عام كبير، فمن خلال الاستبيان عرفنا أن وين مشاكل الطلاب، وين اللي عانوا منه بالضبط، سواء كان في مادة الرياضيات أو من ضعف، وأيضا بعض أولياء الأمور كان يعانوا مشكلة أن الأولاد يبقوا دائما على الألعاب الإلكترونية، صحيح، بحيث أنه ما يحصلوا وقت يأخذوا منها فائدة. فبدت شركة أونو على صناعة الألعاب الورقية، وأيضا من ضمن الخطة إن شاء الله راح ندخل في الألعاب التكنولوجيا. جميل. لكن بشكل مفيد في خطوة لاحقة إن شاء الله. بالضبط. طيب فيما يتعلق بكم بشركة فولك محمد، يعني ذكرت أنه الأمونيا الضارة المنتج يعالج هذه المادة. نعم، الأمونيا. إيش أضرار الأمونيا كمعلومة للمشاهد؟ الأمونيا بطبيعتها لما تركز بالماء تصبح سام للأسماك. نعم. فأصحاب مزارع الأسماك يغيروا الماء بشكل دائم، هذا مكلف، فمكلف مؤهر للمياه في نفس الوقت. فالمنتج مالنا راح يعالج هذه المشكله. وكيف السعر المنتج؟ بالنسبه لسعر المنتج احنا نحسبه بالمتر. فالمتر يعني نركب لك المتر مثل ما نقول 30 ريال لكل متر. نعم. فالمزارع يجي يعطينا مثلا كم مساحه الحوض اللي عنده، فاحنا راح نحسب كم متر يحتاج هو. نعم. أنا راح أكمل هذا الحديث الماتع معكم مشاهدينا، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير عن حفل إعلان الفائزين بجائزة شركتي لعام 2019، بعدها عودة إن شاء الله مع ضيوفنا، ابقوا معنا. وانتهت رحلة الألف ميل، رحلة الطموح والتحديات، وظف فيها أعضاء الشركات الطلابية مهاراتهم المعرفية والقيادية بكل شغف لبلوغ منصة التتويج بالأمس، مؤمنين أن الأحلام لا تعرف الحدود. مسابقة الشركة من إنجاز عمان منافسة شاركت فيها هذا العام 15 شركة من أصل 93 شركة طلابية من مختلف المدارس والكليات والجامعات، تنافست في برنامج ومسابقة الشركة، وتعددت مجالات المسابقة هذا العام شاملة قطاعات الزراعة والثروة السمكية وتطبيقات الهواتف النقالة، إضافة إلى الطاقة والسياحة والخدمات، حيث تم الإعلان عن الفائزين في حفل التتويج لسبع جوائز توزعت بين فئات المدارس والكليات والجامعات، وهي جائزة أفضل شركة طلابية التي ذهبت من نصيب شركة محيا لفئة الكليات والجامعات، وشركة كوتش كأفضل شركة طلابية لفئة المدارس، حاصدين بذلك قمة التتويج، وجائزة أفضل منتج مبتكر، وجائزة أفضل منتج مستدام للفئتين،
كما أتيحت للشركات من الكليات والجامعات التنافس على جائزة فرعية تم تدشينها هذا العام، وهي جائزة حديث المصعد، واستحقتها شركة نخال بتقديمها أفضل عرض تسويقي، حيث تتيح هذه المبادرات للشباب الانخراط الفعلي في سوق العمل وفهم متطلباته، وهو ما يكسبهم أفكاراً وحلولاً مبتكرة تسهم في تنمية مهاراتهم الاقتصادية. كما لا يقتصر البرنامج على كونه مجرد مسابقة في مجال ريادة الأعمال، بل هو أداة فاعلة تهدف إلى خلق التوازن بين الإنجازات التجارية لكل فريق وتطوير القدرات الفردية لكل مشارك. وستمثل الشركة الطلابية الفائزة السلطنة في المسابقة الإقليمية لمؤسسة إنجاز العرب لأفضل شركة طلابية على مستوى العالم العربي لعام 2019. وعودة لكم مشاهدينا، عودة إلى ذات المتابعة. كما شاهدنا الاحتفاء بالشباب الفائزين في مسابقة شركتي لعام 2019 في من عمان، أيضا نحتفي بهم من خلال وجودهم في استوديو برنامج من عمان. نرحب بكم مجددا، وأعود إليك معتز ما يتعلق بشركة محيا. نتحدث عن الصعوبات اللي واجهتكم أيضا أثناء إعدادكم لهذه المادة، واللي ذكرت من خلالها بأنها أول منتج محلي يقوم بهذه المهمة. أيوة، احنا نبدا اول انه هو اول منتج محلي. يعني كل المنتجات اللي موجوده في عمان هي مستورده. نعم. من الخارج، وهذه اكبر مشكله بالنسبه لهم لانها غاليه جدا وزائد قيمه الضريبه. فاحنا بدينا نسوي اول شيء نفكر موضوع النبته وكيف احنا نخليها كتركيبه كامله للغذاء. نعم. فكان هذا اول تحدي. التحدي الثاني هي كيف نوصل للتركيبة الأصلية والأساسية اللي خلاص تكون هي تدخل للسوق. نعم. بعدها التحدي الأخير اللي هي مساحات لهذه النبتة وأيضا لجودة هذا النبتة من خلال التحاليل. والحمد لله مركز الاستزراع السمكي ما قصر معانا بحدود موضوع التحاليل عن طريق مركز ضبط الجودة، والحمد لله سوينا التحاليل وطلعت نتائج أكثر من رائعة. جميل. بالنسبة لكم في شركة فولك، إيش التحدي الأكبر كان؟ بالنسبة للمنتج فكان أكبر تحدي هو التطبيق. تطبيق المنتج. يعني أنت صعب إنك تقنع مزارع إنك تطبق في مزرعته منتج جديد. فكان هذا أكبر تحدي. يخاف على اسمك ماله. أوكي. فهذا كان أحد التحديات بالنسبة للمنتج. أما التحديات بالنسبة يعني إحنا كأعضاء شركة فولك كان موازنة بين الدراسة وإنك أنت عندك شركة. نعم. فالحمد لله رب العالمين كنا مقسمين أوقاتنا مستغلين كل فرصة. جميل. كان عندنا فترة صباحية، في عندك بريكات بين المحاضرات نذاكر. نعم. نحضر. جميل. كل شيء نخلص. نحيي فيكم هذا الوعي، يعني الوعي بأهمية الدراسة بالتزامن أيضا المشاركة المجتمعية من خلال هكذا مسابقات. أحمد، اليوم إنجاز عمان ماذا يمثل لك؟ الفوز بجائزة أفضل منتج مبتكر. أول ما شاركنا نحن كفريق كشركة أونو كان عندنا هدف واحد، أول شيء أن نطلع منتج يساعد المجتمع، وثاني حاجة أن نطلع نحن من إنجاز ونحن فائزين بحاجة. جميل. فالحمد لله توجنا بأفضل منتج وهي الجائزة اللي تناسبنا نحن كشركة. نعم. طبعا كنا نطمح للأفضل ولكن نشوف هذه الجائزة أيضا مناسبة لنا. صحيح. وأيضا الحين نطمح إلى ما بعد إنجاز. فما صحيح. هو ما بعد إنجاز؟ أن نشوف هذه الشركة موجودة في السوق خلاص. نبدأ ننافس الشركات اللي موجودة أيضا معنا ويكون لنا حجمنا في السوق إن شاء الله بجهودكم شباب. طيب إيش رأيك نلعب هذه اللعبة على الهواء لحد ما ترتب الأمور؟ أنا راح أسأل معتز. طيب. طيب. طيب معتز، أنت ذكرت بأنه اليوم أنتم أفضل شركة طلابية. كما نعلم بأنه أفضل شركة طلابية تمثل السلطنة خارجا. حدثنا عن هذه الخطوة القادمة، هل أنتم مستعدين؟
إن شاء الله. في البداية هي كانت فوز بأفضل شركة طلابية في إنجاز عمان هي أول خطوة أو هي البداية. جميل. بندخل إن شاء الله في إنجاز العرب بتكون هنا إن شاء الله في عمان. نعم. بنمثل السلطنة وإن شاء الله نحقق هذا الفوز، وبيكون في تحدي قوي يعني. نعم. لأنه بننافس على أفضل الشركات الطلابية إقليمياً في الدول العربية. مع العلم أن المنافسة شرسة، لأنه اللقب الماضي أو النسخة الماضية لإنجاز العرب حصل عليه مشروع عماني أيضاً. أيوه. شركة نوا كما ذكرنا. أيوه. في حديثنا تحت الهواء. هذا راح يكون تحدي بالنسبة لكم. أكيد تحدي، وبنشغل إن شاء الله أكثر وأكثر. إن شاء الله. إحنا دائماً نثق بشبابنا في كل المحافل. طيب بالنسبة لك محمد، اليوم هذه المسابقات بشكل عام كيف تعمل على تطوير قدراتك أيضاً، صقل مهاراتك؟ نعم. في البداية أول شيء إنجاز كانت هي البداية فقط. حالنا إن شاء الله في تطوير للمنتج، في يعني نظرتنا إحنا نظرة كبيرة، فنظرتنا إن نوصل ونتقدم بالشركة. جميل. ونرتكب الشركة ونشارك في أكثر من محافل أخرى وبعارض أخرى. طيب احنا رح نلعب على الهواء لعبة أونو التعليمية، رح نشارك المشاهد. أول شيء تفهمنا، رح نكون أعضاء أنا ومعتز ومحمد. طيب. تفهمنا اللعبة؟ فكرة اللعبة ما صعبة طبعا. مثل ما خبرتكم سابقا. أيوة. هي عبارة عن مجموعة بطاقات. أول شيء اللعبة تتقسم إلى ثلاث ألعاب، ثلاث منتجات موجودة معنا اللي هي خاصة في الحروف وأيضا في الجمع والطرح، وآخر منتج اللي هو خاص في دور الضرب. طيب. وش هذا المنتج أو كيف آلية استخدامه، كيف ممكن يستخدم الطفل؟ مثل لعبة الأونو اللي يعرفوها طبعا. أيوة. فيها عبارة مجموعة بطاقات فيها أسئلة، طيب، وفي الأخير بيكون فيها أجوبة. أيوة. يعني كل سؤال بيكون مذكور مع جواب. أيوة. فكيف الطريقة؟ توزع بطاقات، تحط سؤال على الطاولة وتبدأ تلعب. إذا كان معك الجواب ترمي الجواب وتلعب سؤال ثاني وينتقل الدور للاعب اللي بعده. جميل. واللاعب اللي بعده إذا كان نفس الحالة مع الجواب يلعبه، وإذا ما معه يضطر إنه يسحب. شكلها تحتاج وقت كثير. كذا كثير. كذا. يعني ما يصير نلعب. ما مشكلة، حتى بعد الهواء. إن شاء الله بعد الهواء. طيب فيما يتعلق أحمد، أنا ذكرت لك بأنه تحدي كبير بالنسبة لكم. اليوم أطفالنا عندهم أجهزة لوحية وأجهزة إلكترونية وألعاب إلكترونية، كيف راح تقنع الطفل اليوم بأنه يقتني من شركة أونو التعليمية؟ مثل ما قلتي أنت، هذا تحدي كبير. أنت صحيح. لازم تدخل في نفسية الطفل، لازم. أيوة. تعرف وش اللي هو يريده وش اللي هو يحتاجه. أنا لاحظ حتى التصاميم ما شاء الله. أيوة. يعني بالضبط. الألوان الجذابة اللي الطفل اليوم تستقطب الأطفال. صحيح. جميل. أول شيء نحن لما تكوننا كشركة حددنا أهدافنا، وين نريد نوصل وش نريد نحقق. جميل. من ضمن الأشياء اللي نريد نوصل لها، كيف بنوصل لهذا الطفل أو لهالفئة اللي نحن نحددها يعني بالصورة المناسبة. لأنك أنت راح توصل ما فقط لفئتك اللي أنت تريدها، أنت نفسها راح توصل لنفسيتهم، لازم تعرف وش اللي هم يحتاجوه وكذا. فمن بعد طبعا القسم البحث والتطوير اشتغل على أن يعرف وش اللي يحتاج السوق، وش اللي يحتاجه الأطفال. سوينا بحوثات، طبقنا المنتج مع الأطفال في المدارس. طبعًا كيف كان التفاعل الأولي؟ أول شيء كنا دائما نسألهم سؤال، إيش رأيكم في جدول الضرب؟ فكان دائما تحس كذا ملامح الطفل فيها كمية إحباط. صعوبة. أيوة. ليش؟ لأنه هو جرب عدة وسائل ثانية بس ما أعطته هذيك الفائدة، ومنها طبعا اللي نحن تعودنا عليه اللي هو أنك تحفظ ولنهاية السنة ومن بعدها تضطر السنة الجاية تحفظ مرة ثانية. فقربنا معهم المنتج لمدة تقريبا أسبوعين في مدرسة، والحمد لله أتى يعني بالفائدة. جميل. فعلى طول من بعد ما الله يخليك خلصنا هذا الأسبوعين سألناهم وش رأيكم، هل تريدون المنتج؟ على طول كان عندهم حماس كبير أن يأخذوه. جميل. كل التوفيق لكم. أنا سعيدة اليوم بوجودكم معنا. شكرا لكم على وجودكم في برنامج من عمان. شكرا لكم. نتواصل معكم مشاهدين إن شاء الله بعد هذا الموجز، موجز التاسعة مساء من مركز الأخبار. تابعونا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا موجز التاسعة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، أهلا بكم.
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يقر عددا من الخطوات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية ويناقش الإجراءات التنفيذية لتطبيق الضريبة الانتقائية. مكتب مجلس الشورى يحيل موضوع ارتفاع أسعار المركبات إلى مجلس الوزراء ويناقش تحسين كفاءة النقل المدرسي. فتح باب نقل القيد الانتخابي للناخبين من ولاية إلى أخرى في انتخابات أعضاء مجلس الشورى. وزارة التجارة والصناعة تبدأ تسجيل الشكل القانوني الجديد للشركات الشخصية. المفوضية الأوروبية تقول إن تعيين حكومة جديدة في بريطانيا لن يؤثر على مضمون اتفاق بريكسيت الذي أبرمته لندن مع الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على مقترحات بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة النووية. انتهت العناوين، نشكر لكم المتابعة، إلى اللقاء. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائماً لجعل حياتك أسهل عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك المياه، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم. شبكة الصرف الصحي غير مخصصة لمخلفات وبقايا الطعام. الحفاظ على كفاءة الشبكة مسؤولية الجميع. حيا للمياه، عمان أكثر اضطراراً وصحة. مشاهدينا من جديد وإلى متابعة أخرى. كما ذكرنا في بداية الحلقة، اليوم شهر يونيو يعتبر من أغنى الشهور من حيث الأحداث الفلكية. الأجمل أنه يمكننا ملاحظة هذه الظواهر الفلكية بالعين المجردة، طبعا بعض منها راح نقربكم إن شاء الله من هذا الموضوع بوجود ضيفي الكريم أستاذ إسحاق بن يحيى الشعيلي، ماجستير في فيزياء فلك وفضاء وباحث في التراث الفلكي. مساء الخير أستاذ إسحاق، وحياكم الله في برنامج من عمان. مساء النور أستاذة، وشكرا على هذه الاستضافة وحياكم الله. نبدأ بارتفاع درجات الحرارة في يونيو، هذا الموضوع يعني اللي يؤرق يوم الكثيرين. هو سبحان الله يعني يؤرق الجميع في هذا الفترة اللي هي بداية ارتفاع درجات الحرارة، وهن أحيانا يصير اللغط أو الخطأ ما بين علم الفلك وما بين علم المناخ في كعلمين مستقلين. نعم. وهذه يمكن طرحناها من قبل في الموضوع إنه هناك فارق ما بين علم المناخ والطقس وما بين علم الفلك. أحيانا يمكن العامل المشترك ما بينهم هو ظهور نجم، ظهور طالع معين استدل به سابقا في يعني شياب ما كان معاهم هذه التقنيات الحديثة. صحيح. أو معظم العلوم ما كانت منفصلة. فتحصل يعني الشخص مهتم بالفلك، مهتم بالطب، مهتم بالرياضيات، مهتم بعلوم كثيرة ذات الشخص، وقد يكون عالم في أمور الشريعة والدين، فيعني حاوي جميع العلوم بحكم أنه ما موجود فيه تخصص في ذاك الوقت. لذلك هم اعتمدوا على مطالع معينة في توصيف أو في توقيت ظواهر معينة في النجوم. لذلك هم أخذوا من هذا المسلك فقط، لكن كعلم مستقل يبقى إنه علم المناخ والطقس هو مستقل تماما عن علم الفلك. مثل ما ذكرت هناك تشارك أيضا في طالع كما ذكرت في حديثك. طيب أستاذ إسحاق، نبدأ من بداية شهر يونيو وضربات البحر.
اللي عرفت قديما عند العمانيين أيضا. نعم، هي ضربات البحر يعني شخصها العمانيين أو أرخها العمانيين وأثبتوها في مواضع كثيرة، في رزنامات اللي كتبوها، في الكتب اللي كتبوها. نذكر من ضمنهم أحمد بن ماجد أسد البحار وناصر الخضوري وغيرهم من البحار، اللي حتى يعني كتب التاريخ اللي أرخت عدد من ضربات البحر هذه أثبتت مواضيع متشابهة مع العلم الحديث اللي الآن جالس يوثق كأنواع مناخية وكأعاصير. على سبيل المثال يعني بما أنه في بدايات شهر يونيو، فهناك أول شيء ضربة الشلي. أو ضربة الشلي هذه معروفة عند البحارة، هي عبارة عن ضربة بحر تبدأ يوم 28 من شهر مايو وتستمر إلى شهر يونيو. يمكن في بدايات يونيو في بعض الكتب أو المراجع تذكر أنه هذه الضربة تستمر إلى شهر إلى العاشر من شهر يونيو. وفي البعض يأرخ إلى قبيل إلى 6 من شهر يونيو. لكن الشاهد إن هي ضربة يتحذر البحارة والنواخذة والنواخذة فيها عن الخروج بتاتا إلى البحار. يعني ما يذكر أي كتاب إنه في حد طلع في هذه الفترة كرحلة بحرية سواء إلى شرق أفريقيا اللي هي التجارة المعروفة عند العرب عند العمانيين أو إلى الهند. حتى مع تقدم العلم اليوم هو ما يعني سبحان الله الآن أصبحت تعرف بمسميات أخرى اللي هي الأنواع المناخية أو الأعاصير، لكن هي في ذاك الوقت كانت تعرف على أنها هي ضربات بحر. جميل. فضربة الشلي حسب دراسة عملتها الجمعية الفلكية العمانية بالتعاون مع وزارة الزراعة هي نفسها ما عرفها بجونو، هي نفسها ما عرفها بفيت في أعاصير أو أنواع مناخية تزامنت مع نفس الفترة من هذا. وهنا يعني هي حتى في طالع النجم هذا في حد يذكر أنه الشلي هو عبارة عن الشعرة اليمانية وهو ألمع نجوم السماء بحكم قربه من عندنا، يمكن يبعد عنا 8.6 من 10 سنة ضوئية. أو في البعض الآخر يؤرخ على أنه أو يذكر أنه العيوق. الاثنين هم عبارة عن نجوم، لكن وش اللي يعني عزز من عملية الخطورة في ركوب البحر إنه البحر أو الريح تسمى حوس بمعنى إنه في حد ممكن يأرخ إنه هذا مثلا كوس أو نعشي أو غربي في التسميات، لكن لما يجي عند الشلي يقولنها أو بعضهم يذكر بعض النواخذة بعض الكتاب يذكر عنا حوس بمعنى إنه أنا ما ممكن أحدد اتجاهها. يعني الريح ممكن تكون مختلفة. نعم. وضربتها ما شرط انها تستوي، يعني ما شرط انه هذا السنه بتستوي ضربه. نعم. تختلف احيانا قد تختفي لعشر سنوات وتجي ضربه كبيره. ايضا من ضمن ضربات البحر اللي يأرخوها بشكل كبير اللي هي ضربه اللحيمر. طيب اللحيمر اللي هو في شهر اخر شهر 10 بدايه شهر 11، وهذه كانت في 1351 1370 في فترات متعاقبة، وكان تأثيرها أكثر على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية. بس ما يذكر أو يعني من دقة العمانيين في علم البحر أو في الفلك بشكل عام إنه ما وصلنا إنه في بحارة أو نوخذة طلع بسفينة أو صار حدث لإغراق سفن أو تأثيرها بهذا الأنواع المناخية أو بهذه الضربة إلا اللهم في مرباط وفي صور. ما أعرف وش اللي صار، بس في أعتقد حادثتين في صور وحادثة في مرباط أو العكس، وهذا كانت في بداية القرن الماضي وعلى منتصف تقريبا في هذا التاريخ. جميل. هذه بالنسبة لضربات البحر. طيب أمس 10 يونيو كان المشتري في مواجهة الأرض. نعم. نتحدث عن هذه الظاهرة. وإحنا نتحدث عن هذه الظاهرة أول شيء نشير إلى معلومة مهمة أنت ذكرتيها إنه في بعض الظواهر الفلكية ممكن رؤيتها بالعين المجردة. صحيح. أو ممكن تأثيرها. وشهر يونيو فعلا هو غني بالأحداث الفلكية رغم ارتفاع درجة الحرارة والشكوى منه دائما، لكن يبقى إنه تلألؤ النجوم في الشتاء غير مختلف عن الصيف. صحيح. تلألؤ في الشتاء أفضل عن الصيف، لكن الأحداث الفلكية اللي نشهدها في هذا الشهر أو إما ظاهرة أو إما حدث فهي غنية بشكل كبير. المعروف عند العامة إنه كواكب المجموعة الشمسية لا يمكن أن نراها إلا بالتلسكوب. نعم. بينما هي واقعيا ممكن رصدها يوميا بالعين المجردة.
فقط اللهم إنك تعرف إنه هذا الكوكب هو الكوكب الفلاني، وهذا الكوكب مطلعه الساعة كم ويغرب الساعة كم. بالنسبة للمشتري هو يعتبر ثالث ألمع جرم في السماء، فإذا شفت أي نجمة لامعة في هذا المساء وهذه الفترة فهي المشتري. اللي صار أمس إنه وقع المشتري والشمس والأرض في اصطفاف على خط واحد. الأرض كانت يعني في المنتصف بين المشتري وبين الشمس. أيضا الوجه المقابل للأرض المشتري كان مضاء بنسبة كبيرة تصل إلى 99%، مضاء بشكل كبير. اللي زاد من العملية هذا ومن وضوح هذه الظاهرة أو من الزخم اللي معطاياه إنه هذا الكوكب بلغ منطقة الحضيض اللي هي أقل مسافة ما بين وما بين الأرض، يمكن تقريبا 643 مليون كيلومتر اللي هي أقل من 4.3 أو 4.2 وحدة فلكية. فتعتبر هذه الأقرب. هذه فرصة هواة الفلك للتصوير. جميل. اللي يحب مثل ما ذكرت أنها واضحة بالعين المجردة. نعم. جميل. فأي شخص عنده هواية في التصوير ممكن يستغل هذه النقطة إنه والله هو مقترب وهو لامع وهو في يعني عملية اصطفاف. ما معنى إنه هو تقابل مع الشمس؟ عشان نأخذ المصطلح هذا، أي جرم في وضع التقابل مع الشمس معناه إنه لما تغرب الشمس هو يشرق. ايوه. والعكس بالعكس صحيح، لما تطلع الشمس هو يغرب. نعم. فهذا معناها وضع التقابل بالنسبه لاي جرم كوني مع الشمس عندما لما نتكلم عنه. ايضا الرصد احيانا يعني بما انه هذا فتره صيف والطلاب انهوا جميع التزاماتهم الدراسيه، فامسيات الرصد يلها قبول ويلها يعني صحيح. زخم كبير في هذه الفتره عند اولياء الامور وعند الطلاب. فأيضا اللي هواة الفلك واللي عندهم تلسكوبات لو عملوا أي مناسبة سواء يعني على مستوى قرية وعلى مستوى نادي وعلى مستوى في حدائق عامة ربما تأخذ زخم أكبر هذه في هذه الفترة. قمر الفراولة الكامل، هذه مسماها يعني مشوق لمعرفة تفاصيلها في 17 يونيو. هي بالنسبة للقمر أحيانا القمر عادة يأخذ حكاية أخرى، يعني مع اكتمال القمر هي يعني شيء مختلف نفسيا للشخص لأي شخص سواء هاول الفلك او غير هاول متأمل خاصة. اي نعم. لكن ياتي مواسم معينه ويسمى بمسميات معينه، يعني مثلا لو حدث في لو تكرر ثلاث مرات في فصل واحد يسمى القمر الازرق او بلومون. قمر الفراولة في هذا الموسم وفي شهر 6 بيكتمل تقريبا في 18 او عفوا قمر الفراولة في 18 وفي 17 من الشهر هذا يتوافق مع موسم حصاد الفراولة عند الهنود الحمر او عند الامريكان الاصليين. جاء المسمى هكذا، فهم اطلقوا عليه هذا المسمى. الان اصبح هذه تسمية شهيرة لهذا القمر او لهذا البدر. ربما احيانا يعني مثلا لما نتكلم عن القمر الأزرق يعني في بعض الأشخاص يقينا فاهم أنه فعلا هي الكلمة تأخذ على محملها، بما أنه أزرق أنا بشوفه أزرق. قمر فراولة ممكن يكون على شكل فراولة، بس هو واقعيا هي عبارة عن مناسبات مرتبطة بالموسم كما ذكر. أي مواسم يمكن مشاهدتها بالعين المجردة هذه. أيوة يعني بشكل عام. كيف يكون مظهر القمر في هذه العين؟ عادي جدا، عادي جدا ما في أي تغيير. نعم. لكن بما أنه متوافق مع عملية حصاد إحنا ما معنا هذا الشيء صحيح. وحتى يمكن في أوروبا ممكن ما موجود عندهم أو في مناطق مختلفة، لكن التسمية جاءت من السكان الأصليين في الولايات المتحدة اللي هم سم أطلقوا عليه هذا الاسم، فأصبح هذا مسماهم وانتشر بشكل عالمي يعني. نعم. انقلاب يونيو 21 يونيو بداية الصيف، يعني معقول احنا بعدنا ما دخلنا الصيف. عجبتني يعني في تغريدة يعني لأحد المختصين في علوم العلوم الطقس، فيسأل عن شيء معين في شخص فيرد عليه لما يبدي الصيف، يعني الصيف بعده ما بدأ مع هذا واحنا لاهوب في كل مكان. فلكيا ما بدأ بعد الصيف، يبدأ في 21 يونيو اللي هي تكون معانا تبلغ الشمس أقصى ارتفاع لها في وقت الظهيرة. نعم. هذا اللي بيحدث إن شاء الله يوم 21 يونيو
بيكون معنا أقصر نهار، عفوا أطول نهار وأقصر ليل. نعم. هذه تعتبر مرحلة فاصلة أو مرحلة ربما يعني انتقالية لتبدأ عملية دوران العكسية، يبدأ النهار يقصر على حساب الليل. فإلى أن نصل إلى شهر 9 للاعتدال الربيعي يكون في تساوي ما بين النهار وما بين الليل في هذه الفترة. نعم. هناك أيضا مخيم عائلي، نتحدث عن هذا المخيم أستاذ سحاب. نعم. هذا المخيم هو ربما يكون خاتمة الأحداث الفلكية بالنسبة لشهر 6 أو شهر يونيو، وهو بداية الأحداث أو الفعاليات الفلكية التي تنظمها الجمعية الفلكية العمانية. الجمعية ارتأت أنها تنظم مخيم عائلي مثل ما ذكرت لي، استغلال لفترة الصيف، ووصلوا مع إلى الآن تقريبا إلى المخيم 13. يعني القادم ممكن يكون 14. يقام بشكل سنوي في جبل شمس، في مخيم جبل شمس. تقوم الجمعية بطرح إعلان للراغبين في المشاركة من العائلات. جميل. هو للعائلات فقط، للراغبين هم يشاركوا في المخيم هذا. في عدد محدود؟ هو عدد محدد، لأنه ما رغبة من الجمعية في وضع حد معين، لكن أحيانا السعة الاستيعابية للمخيم، المعدات أيضا، والمعدات، وكلما كثر العدد كلما كان ربما الاستفادة تكون أقل، يعني تزاحم للأطفال خاصة، يعني هم يكون عندهم فعاليات أكبر. كيف كانت التغذية الراجعة للمواسم الماضية؟ جدا رائعة. اهتمام اليوم الأسرة العمانية في هذا العلم جدا رائع، يعني يلاحظ أنه ازدياد، يعني في أول سنة تقريبا أو أول سنتين كان الجمعية تنظم مخيم واحد في السنة الواحدة. نعم. الآن أصبح يمكن يصل إلى 3 في نفس الوقت، يعني متتالية 3 مخيمات، بحكم أنه الإقبال الجماهير من جميع العوائل بشتى أطيافها من جميع المحافظات، يعني ممكن يطرح الإعلان ويكتمل العدد في أقل من 24 ساعة. ناس يسألوا من العام الماضي كيف هذا السنة إن شاء الله بيكون في مخيم. جميل. هناك تواصل. أيوة، في تواصل وفي شغف كبير بعلم الفلك. نعم. عند الناشئة، عند الآباء، يحسوا أنه في ديناميكية في التفاعل ما بين الجمعية وما بين الأطفال هذول، اللي هم عندهم أشياء، يعني حتى تساؤلاتهم تنم عن أشياء سبحان الله، يعني البعض يراهنها ربما اكتشاف للكون ما نعم. حولهم. طيب أستاذ، يعني اليوم يقع على عاتقكم مسألة التوعية، مسألة أيضا يعني التوعية، تثقيف المجتمع بهذه المجالات بشكل عام. تذكرت بأن اليوم مصورين لهم فرصة أنهم يقتنصوا أحلى الصور وأجملها من خلال هذه الظواهر في يونيو تحديدا. طيب دوركم في تعريف المجتمع أيضا بهذه الظواهر. يوم مصور كيف راح يعرف أنه والله في 10 يونيو أمس كان كوكب مشترك مواجه للأرض؟ ما عندهم خبرة كافية اليوم. نعم. هم في بالنسبة إعلاميا الجمعية مغطية الحدث هذا، يعني زخم إعلامي، عطوه زخم إعلامي كبير. الجمعية الفلكية، نادي كعب بن زيد الفلكي أيضا عندهم هذا الترويج الإعلامي لبعض الظواهر الفلكية. يبقى أن هناك قسم خاص أو في مجموعة داخل الجمعية الفلكية اللي هي تختص بالتصوير الفلكي، هي لجنة الفعاليات أو لجنة التصوير الفلكي. أيضا ممكن التواصل، أي مصور عنده هواية يتابع حسابات الجمعية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في بعض الوسائل، يعني الجرائد سواء الإلكترونية أو الجرائد، هذا بيحصل أنه في تغطية من هذا النوع، حب أنه يشارك هذا يعني التفاعل أو الحراك الفلكي مع الجمعية، بالإمكان أنه يتواصل معهم أو يعني يطلب منهم معدات أو يطلب منهم تدريب معين للتصوير. في العام الماضي كان في تعاون ما بين الجمعية الفلكية وما بين جمعية التصوير. نعم. إقامة معرض كان فعلا مشوق، كان فعلا يظهر إبداعات مصورين ربما ما عندهم اهتمام فلكي لكنهم عندهم لمسات جمالية رائعة جدا. بيعت عديد من الصور، حضروا كثير من دول الخليج، من عمان، ويعني وعلى هذا الطارئ في العام الماضي أقمنا مخيم فلكي شبابي في جبل شمس.
والحضور كان ما بين العمانيين وما بين الشباب من دول الخليج، يعني كان يعني موسع المشاركة فيه. جميل. ردة الفعل ويعني التغذية الراجعة اللي وصلتنا إنه نتمنى إنه يقام في أكثر من مرة داخل السلطنة. نعم. لأنه جمالية السماء في جبل شمس يعني تفوق الخيال، بحكم أنه بعيد عن التلوث الضوئي، بعيد عن أي ربما منقصات، مرتفعة جدا بعد أي مرتفعة ومناسبة للرصد، مناسبة للتأمل، مناسبة لإقامة الأحداث الفلكية. ناهيك عن الأجواء. نعم. اللي يختلف فيها أنه ما بين الحرارة يعني القاسية أحيانا في ربما جميع مناطق السلطنة باستثناء صلالة، يبقى جبل شمس الجبل الأخضر المرتفعات الجبلية في السلطنة هي مكان مناسب للإقامة خلال هذه الفترة. طيب، أنا راح أختم هذا الحديث عن الحديث عن المخيم الفلكي العائلي كتشويق للمشاهد. أيضا كل أسرة عمانية اليوم تود أن تشارك في الحدث القادم. بدأتم فتحتم التسجيل؟ التسجيل يمكن يفتح في هذا في هذه الفترة، أو الشباب جهزوا الجميع ما يخص عملية التنظيم والتسجيل كرابط إلكتروني بينشر إن شاء الله في لاحق الأيام. نتمنى أنه يكون المشاركة أوسع، الدعوة للجميع سواء مهتمين بعلم الفلك أو أنهم راغبين أنهم يتعرفوا على هذا العلم. التواصل مع الجمعية يعني يسعد الجميع، لأنه كلما كان العدد أكبر صحيح كلما كانت الاستفادة يعني موسعة. احنا احيانا الناس يعني تعتب علينا انه والله احنا حاولنا ان نسجل لكن حصلنا التسجيل مغلق. هو الاختيار والافضليه على الاولويه؟ الاولويه ايوه، ما في اليه يعني تسجل بكير تاخذ مقعد. هي بعكس الشباب في يعني معايير تصفيه معينة. وفي معايير معينه جميل. ممكن ياخذ منها، بس العائلي اول ما يسجل الشخص اول ما يكتمل العدد، ومثل ما ذكرت لك السعه الاستيعابيه والكادر اللي موجود في الجمعيه. نعم. بس ان شاء الله عسى ان شاء الله يكون بس ما مخيم واحد، يكون اكثر من مخيم ان شاء الله. دائما الاهميه تكمن في الكيف وليس الكم. نعم. انا اشكرك على وجودك معي اليوم في برنامج من عمان. شكرا استاذ اسحاق بن يحيى الشعيلي، ماجستير فيزياء فلك وفضاء وباحث في التراث الفلكي. شكرا جزيلا. شكرا لكم على هذا الاستضافه، بارك الله فيك. نتواصل معكم مشاهدينا إن شاء الله في المحطة القادمة، الحديث عن نظام الضريبة الانتقائية. قبلها تقرير إن شاء الله نشاهد معا. حارة البلاد بولاية منح واحدة من أكبر الحارات العمانية الأثرية القديمة. هذه الحارة التي تحكي بكل تفاصيلها عراقة الإنسان العماني وأصالة الماضي، حيث تحتوي على 376 بيتاً وقرابة 250 بئرة. وعلى الرغم من مرور أكثر من 9 قرون على تشييدها، لا تزال محافظة على طابعها المعماري العماني. وقد شيدت هذه الحارة بأياد عمانية ماهرة، حيث ظلت جدرانها وتقسيماتها صامدة حتى وقتنا الحالي. وحارة البلاد يعود تاريخ بنائها إلى حوالي القرن 5 الهجري، حيث يعتبر العلامة الشيخ خنجاد بن إبراهيم من أوائل الذين سكنوا الحارة وأسسوا بها حلة اليمانية سنة 470 للهجرة. وقد أطلق عليها عدة مسميات كحصن منح وحصن ابن نجاد. وقد قامت في هذا الحصن حركة علمية نشطة رافقتها حركة نسخ للكثير من الكتب والموسوعات الفقهية. وحارة البلاد كانت شاهدة على إصرار الآباء والأجداد الذين كافحوا وتحدوا الصعاب لعيش كريم يضمن لهم ولأجيالهم حياة مستقرة، فوضعوا بصماتهم على هذا الفن المعماري بتفاصيله الجميلة.
ومساء عامر بالمحبة لكم مشاهدينا، عودة إلى ثالث محطة في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، الحديث عن نظام الضريبة الانتقائية. إن شاء الله في 15 من هذا الشهر سيبدأ تسجيل للخاضعين لهذا النظام بشكل عام، تفاصيل نقدمها لكم من خلال وجود ضيفي الكريم. أرحب باسمكم مشاهدينا بالأستاذ محمد بن جميل السيفي، مدير برنامج الضريبة الانتقائية. مساء الخير أستاذ محمد. الله يخليك، حياكم الله في برنامج من عمان. الله يعطيك العافية، ونشكر استضافتكم، ونشكر هذه المساحة اللي خصصتوها على أساس نسلط الضوء على الضريبة الانتقائية. الله يخليك. والتعريف بها للجمهور. نعم، احنا راح نبدأ إن شاء الله للحديث أو نقرب المشاهد من قانون الضريبة الانتقائية. في البداية، القانون الضريبة الانتقائية صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 23/2019 وتطبيق الضريبة الانتقائية لمجموعة من السلع المنتقاة. هذه السلع تشترك في خاصيتها بالضرر الذي تحدثه سواء كان على الفرد أو على المجتمع أو على البيئة بشكل عام. رح يبدأ التسجيل كما ذكرت في 15 من هذا الشهر. نعم، بالنسبة للتسجيل، بالنسبة للشركات أو لقطاع الأعمال، هو يعني خلاص نحن فتحنا بالنسبة لمسألة التسجيل، وبدينا باستقبال كثير من الطلبات بالنسبة للشركات. طبعا نحن معنا التسجيل راح ينقسم إلى نوعين. في البداية راح يكون فيه تسجيل للمرحلة الأولى اللي هي المرحلة الانتقالية نسميها، اللي هم بيكونوا ملزمين في قطاعات الأعمال اللي تمتلك مخزون من هذه السلع الانتقائية. ففي يوم 15 أو في نهاية يوم 14، نحن عارف أن كثير من المطاعم وكثير من البقالات ومن المتاجر تحتوي على مخزون معين من هذه السلع الانتقائية. فالقانون ألزم هذه الحائزين لهذه السلع بتقديم كشف بهذا المخزون وإرفاقه بإقرار انتقالي تحتسب على أساسها الضريبة الانتقائية المستحقة على هذه السلع في المخزون، ويتم سدادها عبر طبعا البوابة الإلكترونية بالمنافذ الإلكترونية الموجودة للأمان العام للضرائب. طيب، السلع اللي رح تشملها هذه الضريبة أي أنواع من السلع؟ طبعا مثل ما ذكرت لك، السلع هي تشترك في طبيعتها بالضرر الذي تحدثه سواء كان على الفرد أو للمجتمع أو للبيئة. بموجب الاتفاق على بين دول مجلس التعاون، الاتفاقية حددت أو يعني أطرت الموضوع بحيث أن في عندنا أكثر من سلعة، وجاء القرار الوزاري الذي يعني أشار في طبعا القانون أشار إلى قرار وزاري أن هذه السلع راح تحدد بموجب قرار وزاري. القرار الوزاري من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية صدر، وتم تحديد السلع التالية اللي هي التبغ ومشتقاته، مشروبات الطاقة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 100% مع نسبة 50% على المشروبات اللي هي الغازية. طبعا راح تفرض هذه النسبة بناء على سعر البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي. هذا كان سؤالي القادم، كيف تحتسبون هذه الضريبة الانتقائية على هذه المنتجات؟ طبعا آلية الاحتساب راح تكون بالنسبة لي، راح تحتسب أو راح تحصل هذه الضريبة في المرحلة الأولى من سلسلة التوريد لهذه السلع. على سبيل المثال، عندنا سلسلتين في التوريد، عندنا سواء كان هذه السلع مستوردة أو سلع منتجة محليا. بالنسبة للسلع المستوردة راح يتم تحصيل الضريبة عليها في منفذ الدخول الأول، وسوف يقوم الإخوان في الإدارة العامة للجمارك بتحصيل هذه الضريبة. أما المنتجات المنتجة محليا راح يتم تحصيلها من قبل الشركات المنتجة
وذلك بموجب إقرار راح يقدم نهاية كل ربع سنة من الضريبة. نعم. يعني اليوم نتساءل إيش الدوافع وراء تطبيق الضريبة الانتقائية أستاذ محمد؟ هي الدوافع صادرة أو نابعة من 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 طبيعة هذه السلع بحد ذاتها. اليوم ما نختلف على أساس أن السلع مثل التبغ ومشتقاته مضرة على صحة الإنسان والضرر اللي تحدث على البيئة وعلى صحة الإنسان وسببها في كثير من الأمراض. ونفس الشيء في كثير من سلع تشترك في هذه في يعني نستطيع أن نقول إنه ارتفاع أو تطبيق هذه الضريبة رح تخفض من عدد المستهلكين بالفعل لتعزيز طبعا الجانب الصحي. ونفس الشيء لمسألة يعني تغيير النمط الاستهلاكي للأفراد. في كثير من سلع مثلا عندنا المشروبات اللي هي الغازية نعرف أن كثير من عوائل أو كثير من أفراد تستهلك هذه السلع بشكل كبير بدون مبالاة للضرر اللي تحدثها سواء كان على صحة الأفراد. صحيح. وللأسف أنا شفنا أن في كثير من يعني نسب السمنة ترتفع، نسب مرض السكري يرتفع، وطبعا هذه من المسببات اللي تحدث هذا الضرر على صحة الإنسان. فلذلك الدوافع هي مثل ما خبرتك، الدافع الأولي اللي هو الدافع اللي هو تعزيز الجانب الصحي، واللي هو نفس الشيء لتغيير النمط الاستهلاكي للأفراد. نعم. طيب نعرج على جانب التوعية والدعم بالنسبة لتطبيق الضريبة الانتقائية. نعم. طبعا الأمانة العامة للضرائب شكلت الفريق في هو الفريق تشكل في مرحلة تسبق مسألة النفاذ أو قبل صدور القانون. كان هذا الفريق يعنى بمسألة تحضير التشريعات، تجهيز النظام الحاسب الآلي، البدء يعني مخاطبة كثير من شركات لأن الشركات يعني تعمل معنا لأن هم المحصلين في النهاية. فيعني راح نواجه في كثير من صعوبات إذا نحن ما تعاملنا مع الشريحة اللي هي معنية أصلاً بتحصيل الضريبة. صحيح. نعم. طيب إلى جانب قنوات التواصل، يعني كيف من الممكن أن يتواصل معكم قطاعات الأعمال أو حتى مستهلكين الأفراد فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية وأي استفسارات في هذا الأمر؟ طبعاً الأمانة العامة للضرائب يعني عملت أكثر من حملة للتوعية. مثلاً عند بدينا حملة توعوية، حملة ميدانية نزلنا إلى مختلف المناطق ومختلف المحافظات في السلطنة، زرنا أكثر من 1200 منشأة في السلطنة. نفس الشيء يعني تطرقنا إلى أكثر من اجتماع وأكثر من لقاءات وأكثر من يعني مقالات صحفية يعني في أكثر من قناة في وسائل التواصل الاجتماعي نفس الشيء. نعم. فكانت يعني شريحة واسعة بالنسبة للتوعية وبالنسبة لقنوات التوعية اللي الأمانة العامة للضرائب تبنتها على أساس أن توصل الجانب التوعوي وتكون جميل. يعني الصورة واضحة سواء كان للمستهلك أم لقطاعات الأعمال اللي هي معنية بتحصيل الضريبة. نعم. المخاطرة. واليوم وجود نظام إلكتروني مستقل للتسجيل يعني يحسس هذا الجانب. صحيح. نقرب المشاهد بماهية هذا النظام، كيف يخدم هذا النظام قطاعات الأعمال المختلفة؟ طبعا هذا النظام هو نظام إلكتروني بسيط وسهل جدا لقطاعات الأعمال. حاولنا أن يعني نتبنى فيه كثير من السياسات اللي تسهل على قطاعات الأعمال أنهم يبدوا في عملية التسجيل أو الامتثال لكل التزامات اللي وردت في القانون بحيث أنها ما يعني ما يخلق لهم أي عائق يعني. فهذا النظام صمم طبعا في نظام كان نظام رديف اللي هو نظام الضريبة اللي هي موجود عندنا ضريبة الدخل على الشركات. هذا راح يستخدم بنفس البوابة. نعم. ويتم طبعا التسجيل مثل ما خبرتك، يمكن هو في التسجيل راح يكون عندنا لمرحلتين، في مرحلة اللي هي مخصصة للمخزون فقط. اللي هي إجمالي الشركات اللي تمتلك هذا المخزون راح تكون مطالبة بإدخال هذه البيانات وإدخال هذا
الجرد اللي أجرته وتعبئة هذا الإقرار الانتقالي، بالإضافة إلى المرحلة النمطية للشركات اللي راح تستمر في عملية الإنتاج وعملية التصدير. فهذه الشركات راح يكون لها، أو نحن فتحنا خلاص مسألة التسجيل، وفي كثير من الشركات سجلت على أساس أنها تستمر في عملية يعني دفع أو تكون من ضمن النظام الضريبي، بحيث أنها تكون مستوردة أو أنها تكون منتجة. التسجيل لحد متى؟ فترة التسجيل فترة مفتوح؟ التسجيل تكون مفتوحة، ولكن من المحبذ أنها يعني تكون يعني أو ملزم بالملزمين أو قطاعات الأعمال الأفضل أنها تسجل قبل تاريخ نفاذ القانون. أنا كنت أريد أتساءل يعني من الشركات التي لم تسجل، في حال لم تسجل شركة معنية بهذه المنتجات على هذا النظام، نعم، هل هناك مساءلة قانونية؟ طبعا كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟ طبعا في كثير من يعني من التزامات، هو طبعا مش يعني طوعا، هو ملزم بالتسجيل، نعم. فبحيث ان القانون يعني ألزمه بالتسجيل، فيحب او يعني يفرض عليه القانون انه لازم انه يسجل، وفي المقابل في حالة تخلفه عن التسجيل راح تفرض عليه في غرامات، نعم. غرامات عدم التسجيل. ونفس الشيء هو بالنسبة له يعني إذا هو ما يعني مش موجود في النظام الضريبي، كيف ممكن أنه يمارس أنشطة، سواء كان أنشطة الاستيراد أو أنشطة الإنتاج، فبيكون يعني خارج النظام الضريبي يعني. جميل، أنا أشكرك على وجودك اليوم في برنامج من عمان لتعريفنا على هذا النظام، نظام الضريبة الانتقائية. شكرا أستاذ محمد بن جميل السيفي، مدير برنامج الضريبة الانتقائية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ، شكرا. نتواصل معكم مشاهدينا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. المياه المعالجة البديل الأفضل للمياه الجوفية ومياه التحلية في ري المسطحات الخضراء والعديد من الزراعات المنتجة والاستخدامات الصناعية. المياه المعالجة ثروة ونماء. حيا للمياه، عمان أكثر اخضرارا وصحة. حزمة من التسهيلات الاستثمارية الخاصة يتلقاها الاقتصاد السياحي في مسندم، إعفاءات من ضريبة الدخل ومن الرسوم الجمركية والسياحية والبلدية، فكيف يترجمها القطاع الخاص على شكل مبادرات فورية؟ ألا تشكل هذه الدعومات والتسهيلات جدوى اقتصادية لرؤوس الأموال والشركات العمانية لقيام مشروعات سياحية طالما انتظرتها المحافظة؟ وما الأثر المنتظر من تدفق الاستثمار السياحي على مسندم في تنامي القوة الشرائية وتعزيز التنمية الاجتماعية؟ كيف تعمل استراتيجية مسندم على استكمال منظومة النقل البري والبحري والجوي تدعيما لصناعة السياحة؟ هذه المحاور وغيرها نتناولها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج رؤية اقتصادية، يأتيكم في الأوقات التالية. الرحلة الأسبوعية في حقول العلم والمعرفة، آخر الابتكارات وما توصل إليه العالم من تطور في الطب والتكنولوجيا والبحث والبيئة. المجهر يأتيكم في الأوقات التالية. افتح نافذتك الرقمية وانطلق نحو الخدمات الإلكترونية الآلية المتكاملة من خلال نافذة الخدمات البلدية والمائية لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إنجاز www.mrmwr.gov.om. فالآن أصبح الحصول على إباحة البناء أو طلب الحصول تصريح الشروع في البناء وطلب متابعة تنفيذ المباني وطلب شهادة إتمام العمل
وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشؤون الفنية متاحاً عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية www.oman.om، وأيضاً متوفرة في مكاتب سند وجميع المكاتب الاستشارية. فالآن أصبح الإنجاز أسهل وأسهل مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. عاد قيمة الشواطئ والجدود.
وتحية عامرة بالسعادة لكم مشاهدينا، وصلنا بكم إلى ختام حلقة الليل من برنامجكم من عمان. كنا سنكون سعيدين جدا بالختام من خلال فقرة شعرية بحضور الشاعر السعودي سعد المسهلي، ولكن للأسف اعتذر الشاعر عن حضوره لظروف خارجة عن الإرادة. إن شاء الله تكون لنا استضافات قادمة لهكذا شاعر قدير، شاعر الشعر الشعبي بالتحليل. إن شاء الله غدا لنا لقاء لا يكتمل إلا بمتابعتكم الطيبة ومتابعة لأحدث الأنشطة والوسائل والأحداث الوطنية على الساحة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.